هنرجع تاني لحضراتكم ومستمرين في متابعة القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على المستوى القريب والمتوسط والمستوى البعيد أيضا. معنا الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طيب هعيد على حضرتك سؤالي للاستاذ محمد الاتربي. يعني بنتكلم عن حزمه من القرارات الاقتصاديه اهمها يعني تحرير سعر الصرف في البنوك للدولار، وكمان طرح العديد من شهادات ادخار بعائد مرتفع، كمان الافراج الحديث عن يعني افراجات جمركيه كبيره للاسواق. كل ده ازاي من شانه انه في المستوى القريب ينعكس على سوق المصري وسوق المنتجات المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة يوم تاريخي في تاريخ الاقتصاد المصري. الحقيقة بنرجع لما ينص عليه الاقتصاد بإذن العملة بتتحدد وفقا لآليات العرض والطلب. يعني لما نتكلم على مرونة السعر لازم نحط جنبيها وفقا للعرض والطلب عشان يبقى تعويم حقيقي. الجزء الأهم الحقيقة اللي أنا شايفه النهاردة مع ده اللي هو الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ده عبارة عن شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري لكي يستطيع ان يفي بالتزاماته. ده ممكن بناء عليه يشجع فعلا او يعيد الثقه مره ثانيه في الاقتصاد المصري ويشجع على جذب الاستثمارات المباشره. طيب استاذ احمد، الاهم ما يهم المواطن المصري هو اسعار السلع والمنتجات. هو بينتظر زياده سريعه للاسعار والمنتجات تكون ملحوظه. برأي حضرتك ده ايه وهيحصل في خلال قد ايه؟ ممكن بس اقول لحضرتك حاجة. استاذ احمد. الو. ايوه اتفضل. كمل يا فندم. اسمع، اللي يهم المواطن المصري ان القرارات دي تتخذ لرفع مستوى معيشة المواطن المصري. ولذلك اهمية الاستثمار في جذب الاستثمار مباشر هو جذب استثمارات تخلق فرص عمل، وخلق فرص العمل في النهايه تؤدي الى تحسين مستوى معيشه المواطن المصري. بالتالي انا شايف ان الامور دي هتستكمل باصلاحات اجرائيه تعهد بها السيد رئيس الحكومه اليوم ايضا. بالتالي نستطيع ان السوق يتوازن في مراحل يتم فيها استقرار. المواطن يحس بحاجتين، بيحس ان السعر العادل اصبح هو المتداول وان دخله زاد لان مستوى المعيشة بتاعته تحسن. ولكن استاذ احمد، القضاء على السوق السوداء في الدولار وتوحيد السعر، يكون عندنا سعر واحد مش سوق موازية، ده مش بينعكس بشكل مباشر على الأسعار على المستوى القريب اللي حضرتك ذكرته، ده بينعكس على المستوى المتوسط أو المدى المتوسط أو البعيد. بالتأكيد أنا عايز أقول إن تحرير سوق الصرف يعني ممكن بكرة الصبح تلاقي الدولار ب30 وممكن بكرة الصبح تلاقي الدولار ب60. لذلك إن في إجراءات أخرى هي اللي السياسات المالية والنقدية وخلق مناخ ثقة هو اللي هيعيد الأمور لنصابها، والمواطن يستطيع ساعتها إنه يحس بتحسن كبير في مستوى المعيشة. بشكرك أستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، شكرا جزيلا لحضرتك.